يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. حياكم الله في برنامج شخ أخبار هوليوود، البرنامج اللي ناخذ فيه لفة على أهم الأخبار اللي صارت في الفترة الماضية في عالم السينما والتلفزيون وفي عالم هوليوود بشكل عام. ما راح أطول عليكم في المقدمة كالعادة، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول، ولا أهم من هذا كله إذا عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك لأنه مرة مهم وبيساعدني كثير. ويلا بينا نشوف شخبار هوليوود. الإعلان الرسمي الأول لمسلسل الأنمي فينلاند ساغا نزل رسميا قبل فترة، وتقدروا الآن بعد هذا الفيديو تروحوا تتابعوا الإعلان، موجود على اليوتيوب. جدير بالذكر يا جماعة أنه بعض الجمهور متخوفين جدا من توجه القصة الخاصة بأنمي فينلاند ساغا، كون الموسم الأول انتهى بشكل جدا ممتاز. وعلى كل حال احنا ليش مستعجلين؟ بننتظر ونشوف ونحكم بأنفسنا، مع العلم أنه موعد عرض الجزء الثاني راح يكون في سنة 2023 وراح يتكون من 24 حلقة. شاركوني نسبة حماسكم لهذا الأنمي في التعليقات. الممثل مارك رافالو ينجح في جمع أكثر من 200,000 توقيع للضغط على منصة بايبال. بايبال وش فيها بايبال؟ بايبال يا جماعة قررت كذا في فترة ما إنها تمنع الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية من استخدام منصة بايبال. ليش؟ شلون؟ إزاي؟ ماني عارف. وطالب الممثل مارك رافالو المنصة بأنها ترفع القيود هذه عن الشعب الفلسطيني وتوقف التمييز اللي مال أمه لازمة. أنا ماني عارف منصة بايبال ليش أخذت الخطوة هذه، ولكن عيب عيب عليكم عيب. فيلم ذا بلاك فون اخيرا اقترب موعد عرضه في صالات السينما، وهو احد الافلام المنتظره المرعبه، واتوقع ذا الفيلم تم تاجيله برضو اكثر من مره بسبب كورونا. ويحكي الفيلم قصه طفل يتم اختطافه بواسطه قاتل متسلل، والقاتل هذا ياخذ الطفل هذا ويحبسه في مكان ما تحت الارض. والمفاجاه انه الطفل هذا لما يدخل تحت الارض يلاقي تليفون، التليفون ذا مفصول ما فيهوش اسلاك ما فيهوش كيابل، مشبوك على ايش الله أعلم. وتبدأ تجي للولد اتصالات من هذا التليفون من ضحايا سبق وقتلهم نفس القاتل. ياب فكرة مثيرة للاهتمام صح؟ فيلم جوراسيك وورلد دومينيون صدر في صالات السينما، حصل للأسف على تقييم 6/10 على موقع IMDb، وكثير من المعجبين جدا جدا منزعجين وأعطوا هذا الفيلم تعليقات ومراجعات وتقييمات سيئة. أنا مش من عشاق السلسلة الأمانة يا جماعة، بس أقدر أميز إذا الفيلم كويس ولا لا. وللأمانة أحس التوجه اللي قاعد يصير في جوراسيك وورلد توجه فلوس بس، عايزين فلوس سووا أي حاجة، المهم جوراسيك وورلد الجماهير بيجوا بنجيب فلوس وخلاص. برضو إذا تابعتوا الفيلم اكتبونا في التعليقات. انطلق مسلسل ميس مارفل بموسمه الأول وحلقاته الأولى عبر منصة ديزني بلس، واللي يحكي عن فتاة مسلمة تتحول إلى بطلة خارقة بين عشية وضحى. المسلسل إلى الآن أموره كويسة، وصرحت ديزني انه المسلسل موجه لفئة معينة من الجمهور وليست لكل الجماهير، وهو تقديم برضو لشخصية ميس مارفل. ولكن هل يظل المسلسل متماسك على الجودة الكويسة اللي ماشي فيها، ولا راح ينهار بشكل تدريجي، او راح يصير افضل بشكل تدريجي؟ الله اعلم. بحكم انه انتم عارفين يعني معظم مسلسلات مارفل المرتبطة بالعالم السينمائي جودتها ما هي بجودة الافلام، ما ندري ايش بيكون مصير مسلسل ميس مارفل هذا. وبشكل عام يعني ترى تقييم المسلسل الى الان يعتبر سيء. يب تخيلوا انه تقييم ميس مارفل على موقع IMDb 6/10، 6/10 في عالم المسلسلات معناته انه ذا المسلسل فاضي، معناته انه ذا المسلسل مره تعبان. على اني تابعت الحلقه الاولى، اوكي ما هي مره ممتازه بس برضو ما هي مره سيئه. وان ما خاب ظني يا جماعه مسلسل ميس مارفل يعتبر المسلسل الاقل تقييما في عالم مارفل السينمائي كله. اذا تابعتوه برضو اكتبوا لي رايكم في التعليقات. فيلم ثور القادم او ثور لوف اند ثندر يشاع انه راح تكون مدته ساعه 59 دقيقة، يعني ساعتين إلا دقيقة، بس تعرفون هوليوود يحبوا التفاصيل. لا لا باقي دقيقة على الساعتين، خليها 1:59، حط مشهد إضافي دقيقة قفل الساعتين. لا 1:59. المشكلة تدرون إيش يا جماعة؟ أو الحاجة الحلوة إيش؟ أفلام مارفل سواء كانت ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات دائما تمر كذا لما تابعها. ما أعرف إيش وضعكم أنتم، بس بالنسبة لي كل أفلام مارفل لما تابعها
تمر بسرعة. فأتمنى إنه الساعتين تكون كافية لفيلم ثور لاف أند ثندر، لأني مرة متحمس للفيلم. وملاحظة بسيطة يا ديزني، ثور يبوس ثورة إتس أوكي، لكن ثور يبوس نسخة منه من عالم ثاني أو أيا كان، أحب أقول لكم جيجي فيلمكم ما راح يعرض في العالم العربي أبدا. العالم العربي الآن متكاتف ضد ديزني. فيلم سبايدر مان نو واي هوم راح يتم إعادة طرحه في صالات السينما حول العالم، وراح يتم إضافة مشاهد إضافية للفيلم قد تصل مدتها إلى 15 دقيقة. واضح يا جماعة إنه مارفل ما حققوا التارجت، كذا كانوا حاطين هدف للفيلم لأرباح الفيلم وما جابوها. تدرون أرباح الفيلم كم وصلت؟ وصلت 1.9 مليار. واضح إنهم ناويين يقفلوا 2 مليار، بس إيش قالوا؟ كيف نقفل 2 مليار؟ يلا اطرح الفيلم مرة ثانية في السينما وحط مشاهد مدتها 15 دقيقة وبإذن الله إيش نقفل 2 مليار. ما أقدر ألومهم، ليش لا؟ وصلت 1.9 مليار، مو غلط، قفل أم 2 مليار، بالتوفيق مارفل. هيو جاك من في محادثات للانضمام إلى عالم ستار وورز في مسلسل قصير راح يعرض على ديزني بلس. إيش راح يكون دوره؟ إيش المسلسل؟ أنا مش عارف، لكن اللي أقدر أقوله لكم يا جماعة إنه أنا مرة مبسوط إننا راح نشوف هيو جاك من مرة ثانية في عالم ديزني. قبل انتهاء الموسم الثالث من The Boys، آخر مسلسل هذا رهيب، أمازون برايم تقرر إنها تجدده إلى موسم رابع. شوفوا يا جماعة، أنا ما قرأت الكوميك ولا أعرف كيف راح تصير الأحداث ولا أعرف إيش توجه قصة The Boys، بس أتمنى إنه ما يتحول هذا المسلسل إلى تمطيط، مش حلب، لأنه الحلب يتم إذا ما في قصة ويجلسوا يخترعوا قصة جديدة. التمطيط إذا تجلس تمطط في الأحداث وتلغوصها شوية علشان إيش؟ تطول المسلسل. فأنا أتمنى إنه ما يتحول الموضوع إلى تمطيط، لأن مسلسل The Boys اللي أنا واحد من المسلسلات اللي مرة أحبها وأحترمها، وأخاف أمازون برايم بكرة إيش يطمعوا ويقول لك أوه المسلسل هذا هو اللي مشغل لنا المنصة، المسلسل هذا أفضل مسلسل في المنصة، حاول تمطمطوا شوية علشان إيش؟ نضمن بقاء الجماهير داخل المنصة. ما ادري، بس كله ايش جايز. فاكرين فيلم كلاوس اللي نزل على نتفليكس؟ واحد من ألذ وألطف افلام الانيميشن اللي نزلت في السنوات الماضيه. على كل حال يا جماعه، المخرج سيرجيو بابلوس اللي اخرج فيلم الانيميشن كلاوس نشر صور اوليه لفيلمه القادم امبر، واللي راح يكون برضه انيميشن، يتكلم عن شخصيه تحاول الوقوف في وجه بركان راح يدمر قريتها. في احد اللقاءات يا جماعه سالوا كريس ايفنز حول فكره رجوعه لتقديم قديم كابتن امريكا من جديد. هل راح تقدم كابتن امريكا من جديد؟ لو جاتك فرصة انك تقدم كابتن امريكا من جديد، هل راح تقدمها؟ اجابهم كريس ايفنز وقال انه ما يمانع على الاطلاق، ولكن لو كانت شخصية كابتن امريكا راح ترجع الى عالم مارفل بطريقة ما، يتمنى انها ترجع بشكل لائق، لانه شخصية كابتن مارفل تعني الكثير لكريس ايفنز. وعلشان نكون دقيقين اكثر يا جماعة، لولا وجود كابتن امريكا ما كان عرف نص العالم مين هو كريس ايفنز، لكان من الممثلين اللي عندهم ادوار بسيطة وخلاص، ولكن كابتن امريكا غيرت حياة هذا الانسان تماما، وما نقدر نلومه لما يحب ويقدر شخصية كابتن امريكا. توب غان مافريك يا جماعة يستمر في تفجير شباك التذاكر ويكسر حاجز 700 مليون دولار امريكي. يب، ما عنده لعب توم كروز. ويتوقعون انه ايرادات الفيلم راح توصل الى المليار او قد تقترب من المليار. وكمان قدر فيلم توب غان مافريك انه يدخل في قائمة افضل 250 فيلم حول العالم على موقع IMDb. اذا تابعت الفيلم كيف بالله. واخيرا يا جماعه، ورسميا تم تجديد مسلسل سكويد جيم الى موسم ثاني. طبيعي جدا، وبعد النجاح الكبير اللي حققه الموسم طبيعي جدا قرر صانع وكاتب المسلسل انه راح يبدا يشتغل على موسم ثاني. وحطوا في بالكم حاجه يا جماعه، انه الكاتب اللي سوى سكويد جيم حريص جدا على هذا العمل، سبق وقال انه ما راح يكتب جزء ثاني الا لما يتاكد انه فيه فريق ممتاز راح يساعده في الكتابه ميزانية مناسبة لصناعة جزء ثاني من المسلسل. فغالبا بنكون أمام جزء ثاني ممتاز إذا مشت الأمور بالشكل الصحيح. الحلقة الماضية قلت لكم إنه فيلم جوكر الجزء الثاني فيه إشاعات حول الإعلان عنه قريب، صح؟ فاكرين اللي تابعوا الحلقة الماضية؟ أحب أقول لكم يا جماعة إنه الجزء الثاني رسميا من فيلم جوكر تم الإعلان عنه رسميا بشكل مبدئي عن طريق إنستغرام المخرج تود فيليبس. يعني يب، راح نشوف جوكر جزء ثاني. يس. شائعات تتجول في الأرجاء حول احتمالية ظهور سوبرمان في فيلم بلاك آدم، وقد يكون هناك مواجهة ما بين هذول الاثنين. هذا الكلام يا دي سي، هذا الشغل يا دي سي، نبغى شطحات زي كذا، نبغى تصادم ما بين الأبطال، شعلن الدنيا يا دي سي. لاحظوا اني قلت اشاعات، ما في شيء رسمي الى الان، بس احتمال في اي لحظة يطلع الخبر رسمي. واحيه
وأحيا عليكم يا دي سي لو تعملوه. فيلم جوست باستر افتر لايف رسميا راح ينزل منه جزء ثاني، وفي هذه اللحظة الكاتب والمخرج جيسون ريتمان شغال على سيناريو أو على صناعة سيناريو الجزء الثاني. أنا مش فانز لهذه السلسلة يا جماعة، ولكن متأكد إنه الخبر هذا راح يسعد عشاق ومعجبين عالم جوست باستر. في الفيديو الماضي يا جماعة قلت لكم انه فيلم لايت يير تم منعه في الصين بسبب ظهور مشاهد تروج للمثلية، فاكرين الكلام ذا؟ حلو، احب اقول لكم يا جماعة انه رسميا تم منع فيلم لايت يير في جميع الدول العربية برضه، حتى الامارات اللي كانت تتجاهل المواضيع وتدف ام الافلام في السينما عندها، هذه المرة قالت لا الفيلم برضه ممنوع عندنا. شوفوا للامانة يا جماعة واضح انه ديزني ما عاد صار يهمهم الفلوس، الموضوع مش موضوع فلوس، الموضوع صار اكبر من مجرد فلوس. شوفوا يا ديزني انا ما ادري وش اقول لكم، بس ايا كانت خطتكم اتس نوت working، نبغى نشوف افلامكم، الله يرحم امكم، استسلموا روقونا. واخيرا وبالحديث عن ديزني، رئيسة الترفيه في شركة ديزني كيري بيرك صرحت انه منصة ديزني وعالم ديزني وكل الاشياء اللي تقع تحت منصة ديزني سوف تدعم المثليين ومغايري الجنس بقوة اكبر في المستقبل. وصرحت رئيسة الترفيه في شركة ديزني برضو انه عندها طفلين وانها فخورة جدا فيهم، واشارت انها حزينة جدا انها ما سوت هذه الخطوة من زمان. فاكرين لما قلت لكم انه ديزني ما عاد يهمهم الفلوس؟ تخيلوا انه التصريح هذا جاء بالتزامن مع اطلاق منصة ديزني بلس في الشرق الاوسط. نزل تصريح زي كذا وتطلق منصة في الشرق الاوسط، المكان اللي يرفض هذه الافكار اللي انت جالس تنشرها، ايش تتوقع النتيجة؟ وغالبا النتيجة بتكون سلبية على منصة ديزني بلس في الشرق الاوسط. يعطيكم العافية يا جماعة، الى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لايك لو عجبكم الفيديو، واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات، وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.